اللي يعني في الاربع محافظات. احنا لو بنتكلم على الخمس محافظات على مدار يعني احنا نتمنى ان شاء الله باذن الله يكونوا في سنه في خلال سنتين، بس الطلعه الاولانيه صعبه. ليه؟ لانك بتحط لسه النظم وبتشوف التحديات على الارض، لكن ممكن توصل لحاجه و30 مليار حاجه و30 35 مليار 35 في الخمس محافظات قليل العامين. اعتقد في العامين. عامين عامين ونص يعني. الشطاره على الارض يعني كل الكلام ده على الورق، الشطاره بقى على الارض. الشطاره على الارض. يعني الناس وانا قاعد بتكلم مع حضرتك ممكن يقول عليا مجنون، ممكن يقول لك الراجل ده بتاع، انما الشطاره على الارض هتقنع الناس وتعمل قصه نجاح على الارض، والناس تقتنع انه فعلا بدانا نتحرك في اتجاه تغطيه صحيه شامله ولا لا، ان في جوده في الخدمات الطبيه ولا لا، انه في تغيير لصالح المواطن ولا لا، هو ده اللي ايه يعمل قصه النجاح. انا هقول لحضرتك على حاجه، النهارده ايه؟ الخميس. الاسبوع اللي فات زي النهارده انا كنت في اليابان في طوكيو. كان في اجتماع في طوكيو يوم الخميس اللي فات، حضروا سكرتير عام الامم المتحده، رئيس البنك الدولي، رئيس منظمه الصحه العالميه، رئيس اليونيسيف، رئيس وزراء اليابان، عديد من رؤساء دول العالم ووزراء ماليه ووزراء صحه. موضوع واحد فقط، كيفية تحريك العالم خلال الفترة من 2018 إلى 2030 في اتجاه التغطية الصحية الشاملة. خدوا قرارات وأعلنوها وموجودة على المواقع. سكرتير العام للأمم المتحدة أعلن العام القادم في الجمعية العمومية في الجمعية العامة بند عن التغطية الصحية الشاملة تناقش ضمن جدول الأعمال. تخصيص يوم 12 ديسمبر من كل عام لتذكير العالم بالتغطية الصحية الشاملة. رئيس البنك الدولي أعلن قال لك أي منح او قروض او مساعدات او خلافه لاي دوله في العالم هتاخد في اعتبارها الدوله دي بدات تتحرك في التغطيه الصحيه الشامله ولا لا. مش بس كده، قالوا بنتكلم مع صندوق النقد الدولي، اي اتفاقات اصلاح اقتصادي او دعم مالي او كده لازم التغطيه الصحيه الشامله تكون احد العناصر في التقييم. مش بس كده، قال لك حتى في تقييم السندات، تعرف عشان السندات السياديه اللي بتتباع زي ما ان شاء الله الشهر الجاي وكده مصر هتطرح، بتحدد سعرها وفقا لمعايير. قال لك هنتفق مع الشركات اللي بتسعر دي ان من ضمن المعايير عندهم تغطية صحية شاملة ولا لا، فلو عندك تنزل السعر شوية، لو ما عندكش ترفع السعر. فمجموعة من الاجراءات بما فيهم حتى رئيس وزراء اليابان قال واحنا اليابان هندعم 2.9 من 10 مليار دولار للدول اللي هتخش وتتحرك في اتجاه التغطية الصحية الشاملة. وبالفعل انا من يومين كان عندي الوفد الياباني وقلت لهم مصر طلعت القانون، انا كنت عندكم يوم الخميس وقابلتكم في طوكيو ودينتوا عندي النهارده، تعالوا نتكلم ازاي هتخشوا معانا وهتساعدونا. انا بقول لحضرتك عندنا فرصه تاريخيه قد لا تتكرر مره ثانيه، لانه اللي احنا عملناه ده بعد اكتر من 15 سنه شغل، الاثنين اللي كانوا مع حضرتك الدكتور طارق كامل والدكتور عبد الحميد اباظه سبع سنين بيشتغلوا. اقول لحضرتك مناقشات كانت بتمتد للخمس ساعات مرتين في الاسبوع ومره وثلاث مرات. فالفكر اللي موجود في هذا القانون له فكر الحكومه فقط ولا فكر وزاره الماليه فقط ولا فكر بتاع، بل بالعكس المواد دي معموله بعنايه والافكار دي معموله بعنايه والفكر ده معمول بعنايه، وسمعنا من داخل مصر وخارج مصر ومن النقابات ومن الاحزاب. البعض بيقول لك ايه ما تروحوش احزاب، لا رحنا حزب الوفد ورحنا حزب التجمع ورحنا نقابه الاطباء ورحنا اتحاد شركات التامين ورحنا نقابه الفلاحين ورحنا وساعات وقعدنا